ولذلك نص أهل العلم على أن الإنسان إذا أراد الفتوى يذهب إلى الأعلم الأورع الأتقى، يذهب إلى الأعلم الأورع الأتقى، هو الذي يذهب، لا يذهب إلى غيره. مثل قضية الطب الآن، لما واحد يعالج مثلا يسأل عن الطبيب الأفضل الأعلم فيذهب إليه، وإذا أراد أن يبني يذهب إلى أحسن مكتب هندسي، يذهب إلى أحسن، خاصة أن هذا ما فيها فلوس، يعني تسأل سؤال يعني يمكن المكتب الهندسي يقول غالي ولا كذا ما أقدر عليها، موضوع ثاني، لكن إذا كان كلهم بنفس القيمة يذهب إلى الأفضل. فكذلك في السؤال يسأل الأعلم الأتقى الأورع، فإذا لم يتيسر هذا ينزل، يبدأ يعني يقلل الشروط التي عنده.